سيادة اللواء، أجي لحضرتك. يمكن أنتوا كان عندكم بطولتين يعني مهمين جدا، بطولة عالم آخر 2023 وبعد كده بطولة أفريقية. خدنا تاني عالم وبعد كده رحنا أفريقيا. إيه ملابسات البطولتين، بطولة العالم إزاي نظمناها في مصر، والبطولة العالم اللي قبلها كانت إمتى وعملنا فيها إيه؟ يعني رجع لي 3 4 سنين كده أوصل معايا لغاية بطولة أفريقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بشكر قناة الأهلي والقائمين على قناة الأهلي، وفي البداية بشكر يعني بنوجه هذا الإنجاز في الكرة الطايرة، تاني عالم بعد إيران وأول أفريقيا والتأهيل لأولمبياد باريس إن شاء الله بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإحنا بنقول إحنا وراه. وزي ما إحنا بنقول في إنجاز في كل عمل لكل مصري يتولاه لازم يؤدي بإخلاص عشان يرفع علم مصر خفاقا برغم الظروف المحيطة بينا كلنا، ولازم أن كلنا نتعاون ونتكاتف لظهور مصر في المحافل الدولية كلهم فيما يخصه. أشكرك يا كابتن، وطبعا دي كلام أنا حي حضرتك عليه، وبشكر مشاعرك الصادقة يا كابتن. وبنشكر الدكتور أشرف صبحي رئيس منظومة الرياضة في مصر والجهاز المعاون معاه اللي هم المختصين بالرياضات المعاقين، الدكتور عمرو حداد، الدكتور أحمد الشافعي، الأستاذ محمود عبد العزيز، والجهاز المعاون معاه الدكتور راشد. تمام، دولت الكتيبة الخفية وراء جميع الإنجازات الكرة الطايرة. تمام، نرجع لكأس العالم وتنظيمه. احنا قعدنا تنظيم كأس العالم ده حوالي 5 أشهر. ليه؟ عايزين نخرج الإخراج لبطولة العالم حاجة ما حصلتش في جميع المحافل الدولية اللي أنا دخلت فيها أو اللي أنا شاركت فيها من سنة 2000. فعلا كان إنجاز كل العالم اتكلم عليه، اتفاخر بمصر، قال لك فعلا دي مصر دائما سباقة في كل حاجة. أنا سافرت 3 دورات أولمبية، 4 كأس عالم، ما لقيتش هذا الإنجاز بتاع برنامج حفل الافتتاح. مش أنا اللي بقول، لو أنا قلت يبقى أنا إيه يعني شهادتك مجروحة، شهادتي مجروحة، ولكن الاتحاد الدولي قال لك إحنا ما كناش متخيلين إن مصر تبقى في هذه الروعة، صالة الصالة الجديدة بتاعة العاصمة الإدارية، المدينة الرياضية، تنظيم على أعلى مستوى، كل حاجة على أعلى مستوى. تمام، نرجع للإنجازات. الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل الإمكانيات اللي موجودة وفضل المجهود اللي أنا كنت شغال مع الأولاد أول ما بدأت سنة 2000 مع الفريق اللي هم بتم أولادي، زي ما حياتك شرفت كده وقلت في الأول خالص، كنا كتيبة قلبنا على قلب بعض، وده اللي احنا بنقوله في كل المحافل الرياضية والمنتخبات القومية. لازم نحط مصر في المقدمة، لازم نحط مصر في قبل الأسرة، قبل الحاجة الشخصية. مصر دي يعني مش عايز أقول لك، لما نقطع نفسنا كده لازم نخرج اسم مصر. اسم مصر ده لما تحط العالم مصر مرفوع كده على الساري لوحدك، أنت لا تتخيل إن اسم مصر ده لما العالم يترفرف كده شعورك كده إيه؟ شعورك وانت بره ما تحسهاش غير اللعب، اللي هو اللعب واللي هو الداخل. يعني اللعيبه الرياضيين بيحسوها، لان طبعا بيكون في مراسم علم اكيد، يمكن الرياضيين بيحسوها قوي قوي، لان بيبقى في احتفاء بالعلم المصري. ما بيحسهاش الا اللي هو شافها، خلاف اللي هو شاف وهو في الملعب. انما لما شوف التلفزيون عادي، شعور عادي، انما لما تشوف كل ده وتشوف انجازاتك وتشوف انجازات اولادك كلها. تمام، والحمد لله ربنا وفقنا في تاني عالم. عملنا مع ايران ماتش كويس، اللعيب ادت كلها حاجه يعني فخر لمصر، اللعيبه الموجوده دلوقتي. وبعديها على طول كان بطوله افريقيا دي المؤهله للاولمبياد باريس، والحمد لله الاولاد، لما نقول الاولاد ليه؟ لانهم يعتبر ولادي. لما طبعا تمام قدم على اجمل وجه. تمام، وهيشرفوا مصر في بطوله الدوره البارالمبيه باريس 2024.